وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت هجوما أوكرانيا بمسيرات بحرية على سفنها الحربية في البحر الأسود في أحدث هجوم على أسطولها في الممر المائي المضطرب وقالت الوزارة في بيان القوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود بزورق بحري مسير وأضافت أن السفن كانت تؤدي مهام مراقبة الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود وذكرت الوزاره ان سفينتي الدوريه دمرتا الزورق المسير قبل ان يصل الى هدفه